في ظهره يصوب صاروخا رائعا، فتبقى النتيجة 2. الشوط الثاني بيسجل سمير فكري هدف من ضربة جزاء، لكن يجي بعدها أسامة فيصل بعد مجهود رائع من أحمد ياسر وتشميسة وانطلاقة وبينية توصل لأسامة فيصل اللي بيسجل هدف قتل المباراة، انتصار مهم جدا للبنك الأهلي والداخلية الآن بعد الخسارة من جديد في موقف صعب ضمن ثلاثي الهبوط هو أول الفرق. معنا على التليفون الكابتن محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي. كابتن عبد الواحد أهلا بيك، منورنا، مبروك، وبعتذر لك طولنا عليك بسبب المداخلة اللي لا يا فاتت. حبيبي يا هاني، حبيبي يا هاني، الله يبارك فيك. وانت اخ فاضل وعزيز عليا، انت عارف يعني حبيبي، الله يبارك فيك. منور الدنيا كابتن عبد الواحد، وألف مبروك، فوز الله مهم يبارك جدا فيك. وبأداء الحقيقة جيد جدا كمان الفوز. والله انا الحمد لله، احنا كنا فتره عصيبه، استلمنا الفرقه في شهر يناير، يعني مش معاهم من اول السنه. اول يوم هي كان يوم 27 يناير، حتى هنا ما عرفناش نجيب تعاقدات، كنا مظبوط. فاضل ثلاث اربع ايام والقيد يقفل، فما جبناش غير باسم مرسي وسعد شمبري. الراجل انت عارف له نظام في اللعب، البيلد اب من تحت، وانه يبدا يطلع الهجمه من تحت. زي ما انت قلت، من عند يعقوب والجبهه الشمال بتاعتنا، من عند سيرد باكين يا امير مدحت او الجزار لو بيلعب، وسايد شمبري، فلينا شكل الحمد لله. بقى لنا فتره الحمد لله نتائجنا ايجابيه جدا الحمد لله. اخر سبع مباريات محققين 17 نقطه من 21 نقطه، رقم الحمد لله يعني رقم ممتاز جدا لينا، حطينا في موقف الحمد لله مريح شويه نسبيا عما كنا جينا الفتره بتاعت شهر يناير. كنا مركز 18 وبعدين صعدنا شويه 17، وبعدين اخفقنا في مباراه رجعنا ثالث 18. فمعنويا اللعيبه كانت في حته مش كويسه، لان البنك الاهلي عنده امكانيات كويسه، عنده ايوه امكانيات اداره، عنده امكانيات ماديه، عنده سكواد كويس، ما ينفعش لا يليق بيه المركز اللي كان فيه. اشتغلنا الحمد لله، والراجل اشتغل طبعا الحمد لله، يحسب ليه ان هو راجل يعني بيعرف يقرا جيم بشكل كويس، بيعرف ما عندوش استعجال، بنقدر نلعب بطريقتنا، ما فيش استعجال في نهايه الهجمه، بنعمل هجمه منظمه. النهارده انت شايف الدخلال الحمد لله، بدنا كنترول الجيم معظم فترات اللقاء، احنا مسيطرين على الجيم، احرزنا ثلاث اهداف. الدخلال كانت عامله جيم كبير، خلي بالك مع الزمالك الماتش اللي حقيقي قبلنا حقيقي. مضيعين فرص رهيبه، يعني ماتش الدخلال والزمالك يخلص 3 4 للدخلية، يعني الدخلال كان غير محظوظ في مباراه الزمالك، صح. واحنا شفنا الماتش واتفرجنا عليه، وعندهم لعيبه كويسه جدا. شفنا علي عبد العال معروف ان طريقته طريقه دفاعيه، بيستدرجك ان يخطفك في هجمه مرتده سريعه، بسرعات الذهبي، بسرعات البنوبي، بسرعات رشيد لما بينزل، رشيد احمد. فاحنا كنا قاريين ده كله، وعندهم كورس ثابته مميزه اشتغلنا عليها الاسبوع اللي فات كله. لكن الحمد لله احنا كنا مركزين جدا الماتش النهارده يا هاني، فارق بالنسبه لنا ماتش 6 نقاط. مظبوط فالحمد لله كل المواجهات المباشره مع الفرق اللي بتنافسنا على الهبوط لصالحنا، يعني الحمد لله مظبوط. كسبنا الجيش، بعدها كسبنا الحرس، بعدها كسبنا الاسماعيلي، بعدها كسبنا اسوان، والنهارده الحمد لله كسبنا الداخليه. انتوا خمس عندكم مباريات الجيش مثلا. تاني مش كده؟ ايه؟ عندكم طلائع الجيش تاني قريب لا ده لا في لا الكاس. لا، في الكاس، في في الكاس الكاس عندكم عندنا، في طلائع الكاس، في الجيش. الدوري لا، في الدوري الحمد لله الدوري احنا خلاص. كسبنا زي ما قلت لك الفرق تعادل الاسماعيلي اكيد بالنسبة لكم حاجة ايجابية. طبعا، انه ما كسبش وانه ما عداش في جدول الترتيب، ده حاجه ايوه ايجابيه. لان الاسماعيلي عنده الاسبوعين الجايين فرقتين بينافسوا على الهبوط، عنده هيلاعب الجيش في ملعبه واسوان في ملعبه. ايوه فانا بالنسبه لي كمان كلمه، مش عايز الاسماعيلي يرتاح نسبيا علشان الماتش اللي جاي بقى محتاجه، صح. ده بلغه الكوره يعني. فالاسماعيلي وصل نقطه 33، احنا النقطه 34، احنا فوقه بنقطه وفوقه بالمواجهات المباشره، احنا المواجهات المباشره برضه لصالحنا مع الاسماعيلي. ايوه بيلعب عنده مباراه مهمه جدا مع الجيش الاسبوع اللي جاي على ملعبه، مظبوط. والاسبوع اللي بعده على اسوان. انا اعتقد صراع الهبوط هيبقى صعب جدا زي ما